سامكم برن جرح من الظلم. مرة أخرى أهلا بكم أعزائي ومشاهدي وكالة صدى الواقع السوري فادنج نيوز. كما نعلم أن حلقتنا اليوم في قرية اليوسفية. كما نعلم نحن الآن متواجدون في ربعة القرية، معنا أهل القرية ورح نسولف ونحكي عن عادات وتقاليد القرية. في البداية مرحبا. أهلا وسهلا ميت هلا، حياكم الله، تشرفنا بزيارتكم عندنا. الله يسلمك. لو تعرف عليه. نعم. أحمد حسن اليوسف أبو الزين، خالد جدعان العبد أبو علاء، أحمد إبراهيم اليوسف أبو مروان، محمود علي حسين أبو عليان، محمد اليوسف أبو سعود، سعود الأيو أبو محمد. منك هلا بيك. شو بدك تحكينا عن تاريخ القديم للقرية اليوسفية، ساكنيها، عشائرها، عاداتها وتقاليدها، تأسيس القرية بشكل عام؟ يا ريت لو توضح لمشاهدينا الموضوع. أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم بقرية اليوسفية، قرية الشيخ المرحوم الله يرحمه يوسف الصالح. فبدنا شوية لما نحكي لك عن تاريخ اليوسفية بدنا نذكر لك أهل اليوسفية. اليوسفية ابتنت على المرحوم يوسف الصالح الله يرحمه. فيوسف الصالح مثله مثل كافة العرب قديما كان رحال نزال. فمن سيرته العطرة وسيرة أهله قام باشا العواصي هو مالك المنطقة هذه، يعني عشان نكون صريحين بالتاريخ، قام أعطى المكان هذا ليوسف الصالح. يوسف الصالح الله يرحمه كان يتنقلون معاه أولاد أخته الفلاج متمثلين بعبدالله العيسى الله يرحمه، وكان بقية كلهم بيت عبدالله العيسى، وكان من يتنقلون معاه عمام وزاد، فهمت علي، الخضيرة، ومتمثلين بصالح الخليف الله يرحمه، وكان أخوه حسين الصالح الله يرحمه، وكان ابن أخوه عبد الحسن، وكانوا عمامه السيد علي، كانوا عرب وحدة ويتنقلون مكان لمكان. فيوسف الصالح الله يرحمه اعطاه الباشا الله يرحمه المكان هذا، فعمر به وسكن فيه، فكل هذول انتقلوا مع يوسف الصالح الله يرحمه. يوسف الصالح كان عنده خير كثير، وكان رجل خير، وكان أب، يعتبر أب لكل المعاه. فكان ديوان يوسف الصالح الله يرحمه مجمع لكل العشائر الهين من كرد وكوتشر وشرابين وطي وجبور وكافة الشرائح الأخرى وشمر. فنذكر علاقات يوسف الصالح الله يرحمه مع أهلنا والبيدرية، كراد البيدرية، فكانوا يجون عليه ويروح عليهم بصلة متواصلة بيناتهم والكوتشر، فهمت علي، والقبائل الأخرى. فيوسف الصالح الله يرحمه كان هو الأب لهذه أهالي قرية اليوسفية كلها، يعتبر أب لها. فكان يحصر شجار مثلا بين شخصين بالقرية، فيوسف الصالح الله يرحمه كان بالعصا يجي يضرب الطرفين ويجي بأوتو يصالحهم على بعضهم. قديما في تجار يجون من الداخل السوري ومن لبنان من الأردن يروحون على الموصل بلاد الرافدين، تجار تعرف مواشي عجول أغنام أغنام. فمن كثر ما سمعوا بصيت يوسف الصالح الله يرحمه أصبحت ديوان يوسف الصالح محط السفر لهم، فيجون من الداخل يجون على ديوان يوسف، وليجي من العراق يجي على ديوان يوسف الصالح. واشتهر ديوان يوسف الصالح بكرمه وبسخائه. يوسف الصالح من كثر ما تجي الضيوف على ديوانه ما حدا فاضي يروح ياخذ الفرس يربطها، كان في مربط للخيل أمام الديوان، فكان اللي يجي ينزل من الفرس يربط فرسه بالمربط، فهمت علي، يدخل على الديوان لبين ما يجون ياخذونها يحطوا لها علاف او يوردونها. فمن الشغلات اللي تنذكر هو بير يوسف الصالح، بير مي قديما، هو البير الوحيد كان بالقريه، فهمت علي، فكانت جميع الساكنين بالقريه انذاك يوردون على بير يوسف الصالح الله يرحمه. الديوان القديم لسه فيه منه شيء؟ ايه، الديوان القديم عملوا له أهله ترميم وسع موجود، وحتى مربط الخيل موجود هلا نشوفك إياه. صحيح المعلومة. قرية يوسف الصالح صار عندهم أكثر من ديوان، عمامه ولاد عمامه ولاد إخوان بأكثر من ديوان، يعني دواوين الخاصة بقرية يوسف أكثر من ديوان من إخوانه ولاد عمامه موجود أكثر. تفضل. يعني هلا
مشان ما ننسى الموضوع كمان تأسيسها شوي، نرجع لتأسيس القرية. أيوة. لو تعرف تاريخ بنائها، القرية يرجع بناء القرية إلى 90 سنة تقريبا، إلى وابتنت القرية على اسم يوسف الصالح الله يرحمه. اسم القرية، اسم القرية اليوسفية، اسم القرية اليوسفية جاي على نسبة على اسم يوسف الصالح الله يرحمه. فهمت علي؟ فبعد ما توفى يوسف الصالح الله يرحمه، خلفه ابن أخوه عبد الحسن. عبد الحسن يعتبر زعيم من زعماء الشرابين، من قبيلة الشرابين. عبد الحسن يعني يذكرون اللي عاصروه وسمعوا عنه اللي ما عاصروه. عبد الحسن يعني كان قديما، فهمت علي، كان يشاكي الباشات، وكانوا الدولة بذاك الزمان كان يشاكيهم مشان موضوع قرية اليوسفية، وقالوا تاريخ عبد الحسن، فهمت علي، والناس تعرف تاريخ عبد الحسن الله يرحمه. وخلف عبد الحسن الله يرحمه، فهمت علي، همين أهله التالين، عبد منهم جدعان العبد الله يرحمه، فهمت علي، وصاحب ديوان، ومهمين من أهل أهالي القرية اليوسفية. الولفة اللي بين الأهل القرية من أيام الزمان لحد هلأ فينا مثلا؟ أهالي قرية اليوسفية يعتبرون كلهم شرابين عامة، ويعتبرون مثل ما تفضلت لك، مثل يعني الشرايح اليوسفية أدبيان، هم أهل القرية، هم أهل يوسف الصالح. وفي الشريحة الثانية الفلاج، الفلاج يعتبرون أولاد أخت يوسف الصالح وحسين الصالح، فهمت علي، وسكنوا معاهم، كانوا يترحلون معاهم وسكنوا معاهم قرية اليوسفية، ومن هم القديمين باليوسفية. وعندنا عمامنا هم الخضيرة، هذول عمامنا هم من الذي سكنوا بقرية اليوسفية، فهمت علي، وكلهم متحابين متآلفين متعاونين، صير مشكلة بالقرية، يجتمعون في ديوان يوسف الصالح. لحد هلا متواجد هذه العادات، لحتى الآن موجودة العادات، موجودة التقاليد، موجودة التآلف، ولكن يختلف عن الماضي. الماضي فهمت علي كانوا يجتمعون كلهم بالديوان، ديوان يوسف الصالح الله يرحمه، ديوان عبد الحسن الله يرحمه، ديوان جدعان العبد الله يرحمه، يقعدون على أي مشكلة يتفقون بين بعضهم، خلاص بات بيها يوسف الصالح انتهت المشكلة. الديوان شو بيعني للقرية؟ الديوان يعتبر البيت، مجمع على القرية، ومجمع على القرى الثانية. هم مشان نكون صريحين، يوسف الصالح ما كان لليوسفية بس، يوسف الصالح كان للمنطقة كاملة. يوسف الصالح بسيرته العطرة وكرمه وطيبه، يعني كان المحتاج بغير قرية يبعث مرسال على يوسف الصالح، يوسف الصالح يعبي له حب، يعبي له مونة من عنده ويبعثها له. هذه شغلة مذكورة ومعروفة. هلأ عدد سكانها، طبيعتها، طبيعة السكان أهل القرية. نعم. القرية مثل ما تفضل ابن عم، كانت بداية بأربع خمس بيوت، اليوم تتعلف من يقل عن 700 بيت. حد الآن 700 بيت وزيادة طبعا. والعلاقة والشيء والحمد لله، إن شاء الله إحنا نتمنى وموجود إن شاء الله لسه العلاقة بيناتهم والمودة، من أفراح من تعازي من هذا لا تزال إن شاء الله موجودة، ولكن الأمور ناس مشغولة بالعمل بالكذا، هاي اللي خلت إنه مثلاً إنه ناس شوية تبعد عن بعض أو ما تشوفها. أما إن شاء الله وقت ما يصير أي مناسبة أي شيء كلها متواجدة مع بعض وواقفين مع بعض، يد واحدة ويد رجال واحد. نعم. نعم. هلا لو نتكلم شوي هيك عن 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 ديوان. نعم. ديوان حاليا. نعم. شو بيخدم أهل القرية؟ نبدأ بالديوان هذا. نعم. الديوان هذا بنبتنى الباب ما له مفتاح قفل، مفتوح لأي إنسان يجي، ضيف مين ما يجي أي وقت، أي وقت مفتوح فيها. لأنه ديوان ومتخلي عن البيت بعيد، ومن ما يجي البيت مثل ما أقول بيضطر بعيد عنه ويفوتوا فيه. شو يخدم؟ إحنا هنا قرية مثلنا مثل أي إنسان، يصير في موضوع كهرباء، يصير في موضوع مياه، موضوع شيء، الشباب والأمل إن شاء الله هو بالشباب، يجون يقعدون هنا ويطرحوا أفكارهم على بعض، آراءهم، يصير نقاش حول هالأمر الخدمي وننفذه طبعا، نروح على الجهات المختصة بالأمر وننفذه. وصار من فترة عندنا ضربة محولة هنا بالقرية، فصايت الله والشباب الخيرين فترة 20 يوم انقطعت القرية من الكهرباء، وهم على حضور هنا واجتماعاتهم وشيء، وجمعوا الجمع اللي جمعوه الحمد لله، ونفذنا وجبنا المحولة ونفذنا على القرية. وكذلك المي يضرب مرات القطاس ما هذا، فالأمور كلها بالديوان عمل الحمد لله يجتمعوا لحد هلأ، يعني ديوان فعال. نعم. يوميا شغال ديوان. والله احنا فاتحين، فكل انسان هو وظرفه هو وقته، احنا شغال ومفتوح. اذا واحد اجى من برا بده ينام، من برا ينام والله، وصاير الحمد لله. احنا هذا المضيف مثل ما تفضل ابو علاء، احنا كنا الحمد لله العمام دول كنا احنا الحمد لله، وعندنا مضيفات كل ولاد عمنا موجوده، وهذا احد انا
اليوسف الصالح مثل والدنا، هاي الأودة وأودتنا الكبيرة هناك، فهذه موجودة ويجون ناس وتنام والصبح على نهجها أن الأولين اتغد أنقوم بواجبهم على أكمل وجه ويروحون، وصائر الحمد لله ومتوجه العالم، وهاي من خلالكم زاد الأودة والمضافة، هاي مضافة دويان، مضافة يوسف الصالح، ومضافة اليوسفية بنفس الوقت، ومفتوحة لمن ما يجي ليه النهار الحمد لله، هي ما تبقى لقبنه بأبواب. هلأ شو صاير عندكم هيك هون مواقف حتى تعرف القرية يعني؟ إيه القرية هذه متآلفة، بس ملاحظة ما ذكرت برجل قديم همسكن مع عمنا يوسف الصالح، سالم العويد، هم من القديمين اللي سكنوا مع عمنا يوسف الصالح. فمن تآلف القرية، تآلف قرية اليوسفية، أذكر له قصة حدثت. هذه يوسف الصالح الله يرحمه ديوان وعامر، والناس تجي باستمرار، فإجوا ناس من عشيرة البو خميس، نزلوا كانت حمادة الأرض، سكنوا بعيد شوي عن قرية اليوسفية برية، فما افتكر لهم يوسف الصالح الله يرحمه من كثر مشغول، فافتكر لهم أخوه حسين الصالح الله يرحمه، فراح عليهم قال أنا أنتوا صاحب هالأودة، عمين على أخوه يوسف الصالح، أخوه ما له خبر بالسالفة، قال مدعيين اليوم عند صاحب هالأودة. فجاء حسين الصالح الله يرحمه وفزع شباب وذبح من 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 غنماته وركب وسوى، فالعالم عد أودة يوسف الصالح، يدحكون على حسين الصالح انه عدوا وليمه كبيره النار، تعرف انت قبل. فسالوا قالوا والله ما نعرف شنو القصه، فلما جو هذول جو على الربعه، فعرف يوسف الصالح، عرف انه حسين الصالح دعاهم عليه وهو سوى الاكل، فجو قعدوا، فيدحكون قبل القريه مي كبيره، يدحكون انه الاكل من وين جاء، من اي بيت جاء. فواحد من الجالسين قال انا ما اكل الا عرف من هذا مين وهذا مين، شو يصيرون بعضهم يعني. فرد حسين الصالح الله يرحمه شوي متواضع قال انا زلمه عنده، زلمه عنده يعني مثل الخادم عنده يعني، شغيل اي شغيل عنده. فرد يوسف الصالح الله يرحمه قال لا هذا اخوي ابن امي وابوي، فهمت عليه. فرد هذا من البو خميس قال يا ريت كل مالي وحلالي باخو مثل هالاخو هذا. هذه بس شويه ايضاح للتالف القريه ومحبتها مع بعضها وانسجامها وتعاونها. نعم يعطيك الف عافيه. أمو أنت وين خلقت؟ أنت خلقت هون بالقرية؟ بالقرية. بالقرية. نعم. لو نحكي عن الشغل بالقرى حالياً، مثلاً يلي 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 بيشتغل بالزراعة، يلي يشتغل بالمواشي، يلي المعيشة شلون تمشي؟ والله الوضع بالنسبة للمعيشة وضع سيء جداً، سيء للغاية. العامل صف عامل اليد، وعامل اليد بمصروف الوقت هذا. صعب كمعيشيا كشخص، صعب يعني عيل واحد شاب يشتغل يعيش عيلته صعب يعني. موضوع الأقناع وضع سيء أكثر، علف ما بي، مرعى ما بي، ابن ما بي، والعالم عايشة من قلة الماء. هلأ عمو هلأ نحن بنعرف القرى اللي نحن عم نطلع عليها ونشوفها ونصورها، نشوف بيوت عزاء، صالات عزاء موجودة بالقرى، يعني فينا نقول 80 أو 90% كل قرية موجود فيها صالة أو بيت أو خيمة عزاء موجود، إن كانت للصالة للأفراح أو للأعراس أو للعزوات أو قرية يوسفية بحجمها وبكبرها موجودة هيك صالة. والله بالنسبة لموضوع العزاء، إحنا قديما عندنا هلا موجودات لحتى خيمتين عزاء، ولكن الحزين صار عندنا مشروع لتعمير صالات عزاء بالقرية، والحزين الحمد لله رب العالمين وفضل عمامنا اجتمعوا وقرروا إن شاء الله جمعية عمل اجتماعي ان شاء الله نعمر صالات عزاء، مو صاله واحده، صالتين بالقريه ان شاء الله راح يصير. هم من الشيء اللي ينذكر عن ديوان يوسف الصالح الله يرحمه، ديوان يوسف الصالح كان مجمع لقبيله الشرابين كما ذكرنا، فصارت حدث عند قرايبنا وهن الشرابين في العراق، فاجتمعوا الشرابين، تعرف مركز الشرابين صاير مثل حميس شوخنا الشرابين البشار، فكان مجمع الشرابين كلها اجتمعت عند يوسف الصالح الله يرحمه، وثاني نهار عبروا على العراق مشان الصلحة، وتمت الصلحة على يدهم و... هون كانوا يجتمعون؟ يجتمعون بديوان يوسف الصالح الله يرحمه، وراحوا من هون على العراق. نعم يعطيك الف عافية. هلا لو نعرف انه العشيرة وين متواجدون؟ وين 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 منتشرين؟ نعم احنا قبيلة، احنا قبيلة الشرابين، قبيلة الشرابين ولا عشيرة، نعم، لان هي تعدادها كبير. نعم تعدادها الاكبر في سوريا، ومثلين بشيخنا نواف الصالح خلف أبو الله يرحمه، وبالأردن مثلين بالشيخ أبو عبد الله، وبالعراق
بيت النمر وبيوت عريقة كثيرة بالعراق وخيرين طيبين وبتركيا وفلسطين ومصر. مشهود أنه هذه القبيلة منتشرة وبالسعودية إلها تواجد قبيلة الشرق. إذا بدكم مثلا تجتمعوا وين راح تجتمعوا مثلا كقبيلة؟ ديوان الشيخ نواف طب صالح بشار. نعم احنا عندنا شيخ القبيلة نواف صالح بشار. طبعا اذا تجي تكون انت تحكي على نطاق اوسع عن يعني القبيلة من نعم بالبلد ولا من برا البلد؟ بسوريا عند الشيخ نواف صالح بشار. عند الشيخ نواف نعم. اما كمنطقة بالحمدون نعم احنا بمنطقة الحمدون. احنا هي منطقة حمدون؟ نعم احنا اسمها منطقة احنا هي الشيخ اللي هو الشيخ الان محمود الحمدون. احنا من عرعوه. احنا هلا مثلا عندنا صدر قرار يعني بدا فيه شيخنا نواف مشان حول الموضوع التعاجم والتعازي وتخفيف العبء على هالناس. فبدا بنفسه كان وفاء عنده عمه لغى شو اسمه. احنا منطقة الحمدون ممثلين للشيخ محمود الحاج بن غال عملوا اجتماع واكدوا كمان هم وقفوا هال يعني كل شيء تكاليف عند الوفاء عند التعزية الغوها والامر حاليا ماشي. الموضوع صار له اكثر من 3-4 أشهر وملتزم العالم بالقرارات ان شاء الله والحمد لله. جزاك الله خير. لا تبقى الف عافية. شكرا على المعلومات اللي اعطيتيها. شكرا.